تعالوا بقى هندخلكوا على جنون الثرياه. بجد بجد حاجة في منتهى الجمال. جنينة دي بورسعيد بقى في منتهى الجمال. شفتوا الجنينة وحلاوتها والأشجار والحلاوة بقى، ما فيش بعد كده حلاوة. الناس بتصور بقى. جنينة جميلة في منتهى الجمال. خليكم معانا، اخوكم جولة جميلة جدا جدا جدا. جنينة وحلاوتها. انا ما خدتكوش خروجة من زمان جدا. ايه رأيكم في التمثال ده؟ ايه رأيكم في المناظر الجميلة دي؟ حاجة بقى فاخر من الآخر. الشمس عاملة معايا بقى مفعول في التصوير. أحمد ودودو. أحمد، أحمد، إيه رأيكم؟ دي جنينة فريال. شفت الورود الجميلة بقى؟ شفت المناظر الجميلة دي؟ احنا قريبين لمحافظة بورسعيد. جنينة الريال دي من احلى الجنينات في بورسعيد بجد بجد. جنينة في منتهى الجمال. Thank you.
شفت الأماكن في بورسعيد. كل التصوير دي في الجنينة والأماكن مش مكررة. الجنينة كبيرة جدا جدا جدا. كلها ورود ومناظر بقى في منتهى الجمال. ودي تمثال تاني. ايه رايكم بقى؟ شفتوا بورسعيد تعتبر من باريس التانية والله. قطعة شفت المناظر الجميلة دي. كنت بفسح بقى أولادي، قلت موديهم جنينة فريال. دودو يا دودو، مساء الجمال يا دودو. طب بص بس دودو. ماشي يا دودو. شفت المنطقة والجمال. محمد فين؟ خلاص شفت المناظر بقى والخراطيم بتروي الزرع. وهنطلع بقى الكوبري العلوي. يا صلاة النبي، بجد بجد حاجة بقى في منتهى الروعة. ايه رأيكم؟ ما المية بتتروى. والجامع فيها، هصور لكم الجامع بقى. الميه جت علي، الميه غرقت.
ايه رأيكم في الجنينة بتاعت فريال؟ هنصور معاكم بقى الجمع بتاعها. دي الجمع بتاع الحديقة. كده الجامع نهايته. نهاية الجامع بقى وجدنا بقية الحديقة. انا لو قعدت اصور لكم الحديقة دي طول النهار مش هكفي. كده بقى نقدر نختم حلقتنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.